يا مساء الخير والورد والجمال عليكم مع قناتكم قناة الملكة والأمير. تعليق من الفنانة يسرى. اللوزي ومنال سلامة وأعلنهم المسيحية أمام الجميع أثناء زيارة دير العذراء المحرك بأسيوط، يمنح الإحساس بالراحة والبركة. تعليق الفنانة يسرى اللوزي أثناء زيارة دير العذراء المحرق بأسيوط يمنح إحساس الراحة والبركة. وزارت الفنانة يسرى اللوزي دير السيدة العذراء مريم المحرق بالقوصية أسيوط. وما هو خبر إعلان مسيحيتها؟ وسعيدة للغاية، فأخيرا جاءت الفرصة لزيارة دير السيدة العذراء المحرق، قالتها الفنانة يسرى اللوزي خلال كلمة مسجلة بالفيديو من داخل الدير. يا ما أجمل وأعظم. الفنانة بتقول حيث مكثت فيه أو مكثت فيه العائلة المقدسة فترة طويلة، والمكان في غاية الأهمية تاريخيا. لافتة، حيث مكثت فيه العائلة المقدسة فترة طويلة كونه مهم تاريخيا ويمنح إحساس الراحة والبركة، وشعرت براحة نفسية داخل هذا الدير، وأدعو الجميع لزيارة دير المحرق ولتواجدي في مكان أقامت فيه العائلة المقدسة. قالت سعيدة جدا. زارت الفنانة كمان منال سلامة دير السيدة العذراء مريم المحرق بالقوصية بأسيوط، وقالت وعلى حفاوة الاستقبال توجهت الفنانة منال سلامة بالشكر للرهبان وبزيارة دير المحرق بأسيوط. في كلمة مسجلة بالفيديو أدت الفنانة منال سلامة سعادتها بهذه الزيارة وقالت سعيدة للغاية. وأشارت الفنانة إني في مكان السيد المسيح والسيدة العذراء، قعد فيه أطول فترة ممكنة، مبسوطة جدا. وأفادت الفنانة منال سلامة في المكان العظيم ده دايما في أمن وأمان وحاسة ببركة كبيرة جدا، ومتشكرين جدا، وربنا يحقق لينا كل أمانينا إحنا نتمناها. شكرا ليكي يا أجمل وأعظم فنانات رائعين للغاية. ومع نيجي تاني، يا وجع القلب يا وجع القلب يا وجع القلب اللي بنشوفه كل شوية، وبكاء وحزن ويا يا وجع القلب. زمن الاختطاف بالصور، وفاة 3 اخوات سافروا السما في حادث أليم بأسيوط. يا وجع القلب. زمن الاختطاف بالصور، 3 اخوات سافروا السما في حادث أليم بأسيوط. زمن الاختطاف، استمرت الأرواح البريئة في الصعود إلى الأب السماوي، ولكن الأحدث هو إن الإخوة الثلاث مقار عاطف عجيب ودميان عاطف عجيب وصار عاطف عجيب في حادث مفاجئ ومؤلم، وغادروا عالمنا دون أي مقدمات. ماذا حدث؟ بعد انتشار خبر الوفاة وفاة 3 إخوات في حادث سيارة، كانت هناك مئات التعليقات التي تمدح سيرتهم الذاتية وتصلي من أجل الرحمة والمغفرة لهم. وغير المسيحيين كانوا من بين المشاركين في الحداد، ويطالب موقع صوت موقعنا وقناتنا الملكة والأمير الصلاة من أجل تعزية أقاربهم وأصدقائهم. حي بنقول يا رب عزيهم وخليهم، يا رب عز أهلهم وخليهم، يا رب يكونوا معك فيما. يا رب ارحمنا لأننا لا نعرف الوقت ولا الوقت. وبعد وفاة 3 إخوات في حادث السيارة من كنيسة السيدة العذراء الشهيد كنيسة الشهداء بأسيوط، مقار عاطف عجيب ودميان عاطف عجيب وصار عاطف عجيب، الإخوات اللي سافروا السماء في هواء دون مقدمات. وعندما سمعت الأخبار وأظهرت لهم الصور كان قلبي يتألم. الحياة أكثر مما نحن مهووسون به، والسماء تجمع سكانها كل ليلة وكل يوم. صلواتكم ربنا يرسل التعازي لأحبائهم وعائلتهم وأهليهم مع المسيح، هو أفضل بكتير. عزيزي في عيون الرب موت أتقياء، صلي يا رب الراحة لنفسهم وعزي أهليهم، واجعلنا دايما مستعدين، اجعلنا دايما يا رب مستعدين، اجعلنا يا رب دايما مستعدين. خبر آخر، وهو التفاصيل وهي أهم شروط الرهبنة للسيدات في الكنيسة الأرثوذكسية. أهم شروط الرهبنة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القديسة دميانا في شهر مايو من كل عام، تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حيث يوجد دير على اسمها إلى الآن بمنطقة براري بالقاس بمحافظة كفر الشيخ، حيث يعتبر أكبر دير للرهبات في مصر.
وكما أن شروط قبول الفتيات شديدة الغاية بعد دخولها النظام الرباني، تأخذ الراهبة اسما ومظهرا جديدا من خلال ارتداء ملابس سوداء بالكامل، بالإضافة إلى ارتداء غطاء رأس مثل ذلك الذي يرتديه أو يرتديه الآباء الرهبان الذكور للرهبنة النسائية في مصر تاريخ طويل، حيث تنتشر عدد من أديرة الراهبات التي تضم مئات الراهبات وتخضع لقوانين صارمة. وشروط الرهبنة يتم تقديمها للرهبة المسؤولة عنها، ولا تقوم بدورها بتوجيه بعض الأسئلة لها لمعرفة ميول قلبها وعقلها وحياتها الروحية حول شروط قبول الفتيات الأديرة. ومن تتقدم في طريق الرهبنة فإن الدير بيت خلوة، وتأتي الفتاة إلى بيت الخلوة. وشروط الرهبنة للسيدات، وإذا رأت الرهبة المسؤولة أنها ثابتة في دعوتها لا يتم قبول الفتاة المتقدمة للرهبنة، وتظل مقيمة في الدير لمدة 3 سنوات عن عمر الفتاة الراغبة في الرهبنة، فأقصاه 28 عاما للمتقدمة للرهبنة، منها سنة تحت الاختبار وسنتين تعتبر كمبتدأة، ثم بعد ذلك تأخذ لقب راهبة ويتم الصلاة عليها صلاة الموتى التجنيز، أي أنها تموت عن حياة العالم وتبدأ حياة جديدة مع المسيح. وشروط الرهبنة للسيدات، من خلال ارتداد ملابس سوداء كاملة إلى جانب ارتداء كنسوة التي يرتديها الآباء الرهبان والرجال، وتنقطع عن العالم الراهبة بعد دخولها نظام الرهبنة، تأخذ اسما جديدا وشكلا جديدا، وبعد ذلك تكون عضوة في مجمع الشراكة الرهبانية بالدير الذي تنتمي إليه. وهناك أقاويل ودعاءات على أن تعود سالي نسيم وأن تترهب بعد أن تركت المسيحية، وهذه كلها شائعات. ذهبت سالي نسيم ولا داعي للبحث عنها، كل إنسان يرى الدين الذي يعتنق به هو دين حق، ومن حق كل إنسان أن يختار، ومن حق كل إنسان أن يختار، ومن حق كل إنسان أيضا أن يختار. ليس من العبث أن نجبر أحد، ليس من العبث أن نجبر أي شخص أن يختار شيء مش عايزه. طبعا عظام أدمية في حظيرة مواشي، وعندنا أخبار كثيرة وفي قضية الدارك، وبأنهى حياة شخص قبل صغير شبرة، وده طبعا حاجات مش كويسة. والأشباب الشعرية تكشف سبب تسريح العمال وتراجع الانتاج 40%. أخبار كثيرة، أخبار هزيلة، أخبار من كل نواحي. قرار عاجل من نقابة الممثلين عقب فبركة صور رانيا يوسف بفيلم شهوة كذا، واقعة مأساوية في اكتوبر تكشف شبكة لتبادل الزوجات. استغفر الله العظيم، هذا هو الشذوذ، هذا هو هذه السفالة، هذه هي قلة أدب. ولكن نحن نعلم أن الله معنا، نحن نعلم أن كل هذه الأشياء تحدث في هذا العالم الشرير، لأن إبليس يتجول ويبتلع كل من حوله. أحبائي وأعزائي، فطنة نعود عن مبادرة الكنائس والمساجد المذكرة في بيوت الله. يا ما أجملك يا فاطمة نعود. وتقول فاطمة نعود: لا شك في أنني سوف أقوم بإضافة هذا المقال إلى كتاب القادم، وأحكي فيه عن لمحات وطرائف وحكايات من دفتر أصالة الشعب المصري الجميل الذي يظهر معدنه النقي وصلابة وحدته في الشدائد. واخترت للكتاب عنوان مبدئي وهو دفتر المحبة التي لا تسكت أبدا. وخلال هذه السطور أقول، حيث كتبت أنه في ظل هذه الأزمة التي نحياها في الوقت الحالي مع انقطاع التيار الكهربائي عن كل بيوت مصر لعدد من الساعات كل يوم، ويأتي هذا لكي يتماشى مع خطة تخفيف الأحمال، ويأتي ذلك بالتزامن مع هذا مع امتحانات الثانوية العامة التي سوف تستمر حتى 20 يوليو المقبل. أعلنت المساجد والكنائس والنوادي عن ترحيبها باستضافة الطلاب من أجل الاستذكار على ضوءها في حال انقطاع التيار الكهربائي ببيتهم بداية من الفجر وحتى الساعة 10 مساء. هذا الشعار الذي رفعته المساجد في محافظة كبر الشيخ، حيث أعلنت عن فتح أبوابها من أجل استقبال طلاب الثانوية العامة للمذاكرة على ضوءها خلال فترات انقطاع التيار الكهربائي في البيوت. وكذلك فتح مسجد الصحابة في طنطا، فتح أبوابه من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء، وكذلك عدد المساجد الأخرى في كل محافظات مصر. وأيضا وكتبت جهات هذه المبادرة الجميلة من كنيسة الشهيد العظيم ملك جرجس يوسف شبرا، وأيضا الكنيسة الإنجيلية في العطارين، وكنيسة القديسين يواقيم وحنا
والتي في المنيا بالإضافة إلى كنيسة رابطة القدس في الظاهر وغيرها عدد آخر من كنائس إسكندرية وفي مختلف محافظات مصر، حيث كان قد أعلن الترحيب باستضافة الطلاب في وقت عن قطاع التيار الكهربائي في كل بيتهم لكي يتمكنوا من مراجعة دروسهم في القاعات. هذه هي بيوت الله، هذه هي المحبة. وبالإضافة إلى تقديم واجب الضيافة لهم من شاي ونسكافيه وعصائر ودور العبادة، وضعت شرط وحيد راقي، وهذا الشرط هو ضرورة الالتزام بالهدوء والتركيز في المذاكرة مع عدم التشتت والكلام الجانبي، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود من الاستضافة الكريمة، وهو أن يتم الحفاظ على مجهود الطلاب طوال العام لكي يتم تحقيق أفضل النتائج في الامتحانات بإذن الله. وكان حزب الكنائس والمساجد العديد من الأندية الاجتماعية والرياضية أيضا بالإضافة للمقاهي وفي قاعات المناسبات التي أعلنت استضافة أبنائها، ومن أجل أن يتم توفير قاعات مناسبة لكي يكون مراجعة دروسهم والاستعداد للامتحانات التي نرجو لهم التوفيق بها بإذن الله. شكرا لمصر الحبيبة، شكرا لكل الشعب المصري الجميل بما أجمل وما أحلى. أحبائي وأعزائي، لا تنسوا اشتراككم بالقناة، قناة الملكة والأمير، يا رب اجعلها بخير. لا تنسوا اشتراككم بالقناة، قناة مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. إن كنت أول مرة تشاهدنا في القناة فلنا كل الشرف على محبتك لمشاهدة هذه القناة، قناة الملكة والأمير. ما زالت القضية أزمة القس دوماديوس، والقس يطلب الصفح والعفو من شعب المسيح. مواقف القس دوماديوس حبيب أثارت كثيرا من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، آخرها ظهورها أمام ضريح السيد البلوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتصريحاته خلال زيارة سابقة لإيران شبه فيها فداء السيد المسيح باستشهاد الحسين عليه السلام وتوزيع عيدية على المسلمين خلال عيد الأضحى، وتصوير هذه المشاهد التي أيدها البعض باعتبارها نوعا من التسامح والتقارب، ورفضها آخرون لأنها لا تناسب كاهنا قبطيا مسيحيا. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من جهتها قالت إنها استدعت القس دوماديوس الأربعاء الماضي أمام لجنة جرى تشكيلها، حيث تم الاستماع إليه ومناقشته في تلك التصرفات وفي أسباب عدم التزامه بقرار البابا تودروس الثاني الصادر في 12 أغسطس 2023 بإيقافه عن الخدمة الكهنوتية، حيث انتهت اللجنة إلى استمرار إيقافه لمدة سنة ومنعه من التعامل بشكل كامل مع وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي بكافة صوره، وقضاءه فترة خلوة روحية في أحد الأديرة القبطية لمنح فرصة لمراجعة نفسه وتصرفاته حرصا على خلاص نفسه مع متابعة مدى التزامه بالقرار، منبها إلى أنه في حال خرق أي بند من البنود الثلاثة السابقة يعرض نفسه للتجريد من رتبته الكهنوتية. وأضافت الكنيسة في بيان أن كل ما صدر عن القس دوماديوس لا يمثل سوى شخصه، والكنيسة غير مسؤولة عن تلك التصرفات، والأب أثار أزمات ومشكلات في كنيسة كل كنيسة خدم فيها، وفجر جدلا في الشارع وعلى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. وتابعت الكنيسة إنها حاولت من خلال الآباء حل مشكلات القس دوماديوس ومعالجة أخطائه بروح الإبوة وحرصا على سلامة سلامتهم وتم نصحه كثيرا ومنح فرص عديدة، كما تم التحقيق معه في أغسطس من العام الماضي وصدر قرار بإيقافه عن العمل الكهنوتي، لكنه لم يلتزم به وتمادى مؤخرا في تصرفاته المثيرة للجدل. من جانبه رد القس دوماديوس على بيان الكنيسة بمنشور على صفحة الأب دوماديوس الراهب على الفيسبوك بتعليق جاء فيه: أبائي الإجلاء وأبنائي الغاليين، أعلن في البداية خضوعي التام لمجمع كنيستنا القبطية الأرثوذكسي ولأبينا البطريرك البابا تودروس الثاني، وأعلن خضوعي التام له. وأضاف: أعلن إني أخطأ في شيء بعلم أو بغير علم، بقصد أو بغير قصد،
من اليوم تنقطع صلتي بأي أخبار أو مواقع أو وسائل للتواصل الاجتماعي، ولا أقوم بأي شيء غير من خلال صفحتي الشخصية على الفيسبوك لخدمة المسيح والكرازة بالإنجيل. نرجوك أيضا ما تتكلمش خلال صفحتك، أرجوك وتابع أطلب الصفح منكم يا شعب المسيح. إن كان صدر مني أي شيء أعصركم سواء بقصد أو بدون، فكلنا تحت الضعف، وأطلب صلاتكم من أجلي، كما أرفض أن يتحدث أي شخص بالنيابة عني أو ينقل كلاما على لساني منذ تلك اللحظة حتى لا تتسبب بلبلة أو نقل لقيل وقال أكثر من ذلك. الرب يحفظ كنيسته الأرثوذكسية ويبارك خدمة البابا تودروس الثاني وشركائه في الخدمة الرسولية. صلوا لأجل ضعفي، وفي رد سابق كتب قائلا أقدم أسفي واعتذاري لكل شخص تأذى من مجاملتي ومحبتي لإخوتي الكرامة في الوطن، وإن صدر مني أي عبارة فهي من باب المشاركة والمجاملة وسرد الحقائق التاريخية، ولن أتخلى عن إيماني المسيحي ولا عقيدتي. صلوا من أجلي أخطية سامحوني يا سيدنا الفاضل، يا أيها القمص، يا من رحلت عن الأرض ودخلت إلى الدير المعظم والمكرم، إننا جميعا نحترمك، إننا جميعا ننظر منك أن تكون في بيتك الأساسي وهو الدير، ولا داعي أيضا لأن تتدخل في أي أمور دينية خارج الدير، خليك في بيتك، ما تخرجش بره بيتك، إنه قد قام بالصلاة عليك صلاة الموتى مثل باقي الرهبان، إنك تركت العالم وذهبت عنه، ولذلك نريد منك أن تكون في داخل الدير وتصلي من أجل الوطن المصري، وتصلي من أجل الآخرين، وتصلي من أجل إخوتنا المسلمين. إنه لا داعي أيضا بأن تقف في هذا الموقف، وأنك أخطأت وقد قام البابا بإيقافك عن العمل أو بإيقافك عن الخدمة الكهنوتية، وذلك بما سببت من أذى ومن ألم للكنيسة الأرثوذكسية. هناك الكثير ومن يحاول الكثير، ومنهم الأخ معاذ عريان، إنه عريان لأنه لا يكس نفسه من الأذى لمشاعر الإخوة المسيحيين. وأول تعليق من الأب دوماديوس الراهب بعد قرار الكنيسة بإيقافه عن العمل، علق البابا دوماديوس حبيب إبراهيم على قرار لجنة أحبار الكنيسة وبعض الأباء الكهنة بوقفه عن العمل بسبب بعض التصرفات التي بدرت منه. وقال دوماديوس عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك: شكرا جزيلا أبونا قداسة البابا، ولكني طلبت من اللجنة المجمعة أن ترتب لي لقاء أبوة أنتظر من قداستك منذ 11 عام حتى الآن منذ 2013، وخرجت من عند اللجنة إلى القدرائية ووجدت غطتك متواجد ولم أجد أبونا كورولوس وأبونا مكاري للتواصل، وما زلت أطالب بهذا اللقاء حتى النفس الأخير. اسمح لي يا أبي قداسة البابا بلقائك لمدة نصف ساعة لأجل سلام الكنيسة وبنيانها، أطلب لقاء قداستك. وتابع أيضا قائلا: أنت تعلم جيدا مدى غيرتي وحرصي على كنيستي، وأن هذا البيان لتهدئة الرأي العام الذي تعلم أيضا من أثاره ضدي، وإنني اعتذرت فيديو وكتابة عن كل ما فهم بالخطأ من خلال حملات تقدير الصفو أو تقدر الصفو العام، شاكرا أبوتك واحتضانك ورعايتك. وأكد أن ذهابه للدير وسام على صدره قائلا: اسمح لي بنشر القرار على صفحات التواصل ليطمئن قلب الجميع. إن البابا وعد ونفذ وقام بواجبه على أكمل صورة، نحن كأشخاص ذاهبون ولكن الكنيسة ثابتة وستظل ثابتة إلى مدى الأبد، لأنها مبنية على السيد المسيح صخر الدهور ورب الأرباب. وذهابي للدير وسام على صدري، طوبى للمساكين بالروح لأنهم لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. وكان الأب والبابا تودروس الثاني بابا بطريرك الكرازة المرقسية
أصدر قرارا بتشكيل لجنة من 3 أعضاء من أحبار الكنيسة وبعض الآباء الكهنة للتحقيق مع هذا القس دوماديوس حبيب إبراهيم الذي أثار ضجة مؤخرا بسبب بعض التصرفات التي بدرت منه. وأوضحت الكنيسة أنه تم استدعاء القس دوماديوس 4 للمسؤول أمام اللجنة، حيث تم الاستماع إليه ومناقشته في تلك التصرفات وفي أسباب عدم التزامه بقرار البابا الصادر في 12 أغسطس 2023 بإيقافه عن الخدمة الكهنوتية. عفوا لك، لا نرجو منك أن تطلب العفو حتى تعود إلى بيتك وهو الدير العظيم. لكم شكرا والتقدير مع قناتكم قناة الأمير. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم منا كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم.